نقطة القضاء الداعية الإسلامي الشيخ أسامة المهدي قاضي في الجنة وقاضيان في النار. ناس كتير بتسأل ومتداول جدا على السوشيال ميديا صورة القاضي اللي كان حاضر معاه وقت الجلسة وقت استشهاده، وأنه طلب منه أكتر من مرة أنه يلتقي بهيئة الدفاع، وأنه في كلام مهم جدا عايز يقوله لهم، وفي كلام أهم عايز يوصله للشعب المصري، ولكن لا حياة لمن تنادي. القاضي ده ازاي بتقر عينه بيقدر ينام؟ قاضي زيه او كل القضاء اللي حكموا على دكتور محمد مرسي رحمه الله عليه وعلى كل اخواننا اللي موجودين في المعتقل، بدايه من دكتور محمد بديع لاصغر معتقل في معتقلات السيسي، دول تقول لهم ايه يا استاذ يا شيخنا الفاضل؟ شيخ اسامه. لا، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. البداية يعني بنعزي حضرتكم وبنعزي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية المصاب أليم والحادث جلل، وكل كلمات العزاء والرثاء لا تستطيع أن تصف أو تعبر عما ألم بنا. ناس كتير من جنسيات كتيرة بتعزينا، وبعد ما تعزينا تقول والله احنا قبل ما بنعزيكم احنا بنعزي نفسنا. وكنا بنصلي في الجنازات فنلاقي تركيات بتنتحب كأنهم فقدوا أبنائهم أو آبائهم وغيرهم من الجنسيات كلها يعني. فاحنا بنعزي كل العالم العربي والإسلامي، وزي ما قلت إن كل كلمات الرساء لن تفي برساء وعزاء في الشهيد الرئيس محمد مرسي. كلمي تئن وأحرفي تتلعثم والجرح يفتك بالحشا ويحطم، آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحجم. هي الحروف ما بتكونش راضية تخرج في مثل هذا الشأن. لكن في اللي ذكرتي أو بشأن الذي ذكرتي، دول قضاة تربوا ورضعوا على هذا الهوان وهذا الذل وهذا الضلال وهذا البهتان. يعني مش حالة الرئيس محمد مرسي فقط، الرئيس الشهيد عليه رحمة الله، وإنما حالات كتيرة جدا. ما هم دول القضاة اللي حكموا على واحد ضرير ولا يرى بأنه قناص، دول مؤبد 25 سنة وغيره وغيره، وهم دول اللي وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار. وإحنا خصومتنا معاهم لن تكون في الدنيا وإنما يوم القيامة أمام الله. وكتير قوي الكلمة اللي كتبت إن أجلت القضية ليوم القيامة، محكمة العدل، ورفع أحيلت القضية إلى قاضي السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدول شوية عبيد ولا نسميهم قضاء أبدا، وننزل الكلمة عنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم ويرينا فيهم عاجلا غير آجل يعني هذا الظلم. ولأنه العسكر استعان بهم وجمعهم في بداية الانقلاب وقال لهم اللي يقدر يحكم على الإخوان وعلى الرئيس يكمل معانا، واللي مش كده يطلع بره.